احمد عذاب جبر، مواليد 87، من سكنه بغداد حي العامل، محلي بحي الجهاد، متزوج، عندي 3 اطفال، ولد واثنين بنات. انا اشتغل حلاق، اطلع على البايسيكل الصبح، افتح كالعاده، انظف، ارتب، استقبل الزبائن اللي يجوني، والحمد لله والشكر. مهنة الحلاقة مهنة حلوة، مهنة نظيفة، علاقات، صداقات، صح هي خطرة، خطرة من ناحية اللي بالوضع اللي احنا به هسه، كثاني أخطر مهنة بعد الطب هي، التماس مباشر مع الإنسان، مع البشر، زين، والستر من رب العالمين، ثاني أخطر مهنة احنا، كورونا أذتنا، ونخليها على الله، مع الوقاية اللي هي ماسك وكفوف وكحول. والحمد لله والشكر. الحلاقة حلوة، الحلاقة فن. الحلاقة أهم شيء تمتاز بالنظافة والأسلوب. واللي ما يحبها ما أعتقد ينجح بيها. أنا اتخذتها كهواية من أنا صغير، يعني تقريبا صف ثالث ابتدائي. أنا ألعب بالمقص بالماكينة. 2006 بلشت بالمهنة. تقريبا صار لي 14 سنة بالمهنة. والحمد لله والشكر. هي قلت لك مهنة جدا راقية وكلش حلوة، وإذا ما تحبها ما تنجح بيها. مباشرة 2006 مع صديق لي يعني كبير بالعمر، تعلمت اول ما كنت ازين اطفال، طبعا كنت القدلة ما اعرف ادرجها، يخلوني انظف المحل، اخذ خيط، اسوي تنظيفات البشرة، فشوية شوية والحمد لله وشكرا. واكثر شيء اللي خلاني اضبط المهنة اللي هو ابن عمي هشام، ضبطتها بشارع فلسطين، كوافير طبعا من هو صغير، وعلمني بالمهنة بشكل بكل حذافيرها، خلاني اضبط المهنة وشجعني من بعد والدي الله يرحمه، شجعني يعني قال لي التزم ولا تتجبجب من المهنه وركز. وقلت لك اول شيء بمهنه الحلاقه اللي هي الاسلوب والنظافه. حالتي الاجتماعية متزوج، عندي 3 أطفال، مصطفى الكبير واثنين بنات، الحمد لله والشكر. أجي الصبح يعني من الصبح من الصبح يعني مرات بالعشرة، مرات بـ11، مرات بـ12، قلت لك أجي من البيت على البايسكل، أفتح، أنظف، مرات ألقى أصدقائي الولد يعني موجودين قبلي هم مفتحين، مباشر بالنظافة أهم شيء يومية كالعادة، نظافة الأدوات الأرضية، غدايا برا، اتغدى بالمحل لان بيتي شويه يعني مسافه عن حي العامل عن حي الجهاد، فاتغدى هنا اكثر الاحيان، اعزل بالليل وارجع للبيت. لازم بين حياتي المهنيه وحياتي الشخصيه وعائلتي اقسم وقتي، يعني مثلا اطلع الصبح اقضي حاجياتهم، اكمل اتريق، اجي للمحل بالليل كالعاده كاحتياجات، تبقى هاي على التليفون اذا محتاجين شيء شياتين. Thank you.
يعني مهنة الحلاقة بها مرات صعوبات. بصعوبات لقيتها بالبداية أول ما نشأت، يعني مستمريت بالحلاقة أول ما تعلمت الحلاقة. صارت عندي يعني فد مواقف وفد شغلات سويتها ما عجبت الزبون، الحلاق اللي هو أكبر من عندي وأفهم من عندي اللي يعدلها. بعدين لا الحمد لله وشكر، يعني لحد الآن المشروع اللي ببالي إني أتمنى من الله أن يوفقني أن يصير عندي سكن إلي ولعائلتي. ومن أنا صغير تمنيت أصير حلاق، والحمد لله وشكر الله وفقني وانطاني مهنة حلوة، والحمد لله وشكر توفيق من رب العالمين. أحمد الله وأشكره ليل نهار لين باب رزقي ورزق عائلتي وأطفالي. إن شاء الله أمنيتي هي الأولى أن يكون عندي سكن، وأمنيتي الثانية كنت أتمنى أن أصير ممثل، بس ما كمل الدراسة الثالث متوسط، وأنا يعني مواليد 87، وأتمنى إن شاء الله مهنتي الثانية تتحقق أن أصير ممثل. التمثيل من أنا صغير أحبه، يعني مو قصة شهرة أو فد شيء، بس أغلب الأحيان تقدر تحكي الواقع الاجتماعي والمأساوي والحلو والمر البي زين، مو قصة شهرة لا أبد، بس أحب التمثيل من أنا صغير. كنت أسوي مشاهد بأصدقائي، مشاهد بالمدرسة، مواقف مضحكة، مواقف حزينة. الحلاقة كل شيء بيها، يسموها صحيح هي قهوة صغيرة، مجتمع حلو. الحلاقة صداقة، علاقات أخوية، كل شيء يلتم بيها. أشكال الناس، يجي الفقير والغني والكاتب والمؤلف والمخرج والطالب والأمي. بالحلاقة يعني كل زبون يشوف شيء يحب. أكو ناس تجي تسولف بالسياسة، ناس تحب الرياضة، ناس تحب تسولف عن الممثلين، سولف يسألك عن مهنة الحلاقة. يعني أكو عالم تقعد يريد يشوفك شلون بديت، شلون نشأت. فبالأخير تتجمعك على سالفة واحدة وضحكة وعلى حب الله، وهو زبون يجي ساعة يزين ويروح. فلازم تلاقيه بأهلا وسهلا وضحكة واسلوب حلو، مو بجفاء، لأن يعني هو زبون وانت رزقك على الله وعلى الزبائن. مستحضرات اللي نستخدمها للبشرة، يعني قبل لا أصير أحداث سورية كانت تجينا من أجود أنواع المستحضرات، سوري، لبناني، إماراتي، إنجليزي. هسه حاليا بوضع صعدت الدولار، صعدت الدولار أثرت علينا بشكل مواد، يعني أبسط شيء اللي هو الموس من ربع إلى 500 دينار. زين إحنا نشتري سيتات، منظفات، معقمات، مستحضرات البشرة، مواد، مكائن، فرش، مشط، خيط، كله أثر علينا بصعود. يعني إذا تم حسب حسابك تصرف كذا لازم تحط فد كذا مبلغ بصعود الورق، أصلاً صعود الدولار. مرات أقعد يعني مرة يوم جيت قعدت من الصبح لليل أنا قاعد بباب المحل ألعب تليفوني، ما حد قال لي سلام عليكم. هي وهذا الشغل اليومي، يوم أكو يوم ماكو، يوم متوسط يوم أعلى يوم أدنى، والرزق على الله. الله بالخير ابو عباس، شلون زينك حبيبي؟ كنت مره زين، كل مره زيان شباب لو ما شياب كيفك بعد انت شباب احنا. بعدك شباب ان شاء الله، بخدمتك تامر. ما زواج ان شاء الله، ما العرس لو ما تقبل الحجيه الله يسمع من حقك، يعني ان شاء الله تريد تتزوج الله يسمع من حقك. يا الله بيار خير ان شاء الله، خير نصيبك تامر. امر بركه على زيارتك وحده، شوف نتيجه تخطب ان شاء الله. لا الأخ الحاج أبو عباس يعني زيانة شبابي، رغم ما هو مو نقول كبير بالعمر خاف يسعد، بس هو زيانة شبابي، ستايل شبابي دور. أغلبية الشباب اللي يجونه يعني كبير بالعمر قصة عدلة، يعني زيان عادي. أبو عباس إن شاء الله راح يتزوج إن شاء الله،
جينا زيان حلو مع الشباب. قصات الشعر الكبار السن، اغلبيه الكبار السن يردون قصه عدله، يعني مستوى واحد تقريبا، ما يحبه خفيف، يعني يعتبر نفس شويه يستحي من زيان الشباب لان العمر فات. اكو بيهم لا، يعني مثل الاخ ابو عباس هنا، الحاج ابو عباس، لا هو ستايله شبابي، دور زيان ما شباب. اكو بيهم يعني يصبغون صباغ شعره، يغير من ستايله، يحس نفسه كبر فيحاول يرجع لايام الشباب، صح ابو عباس؟ انت ما تصبغ؟ يعني ما يحتاج صبغ؟ هو انت حلو واكو فقره نعاني من عندها الحلاقين، الموس. يعني الموس تعبنا، اللي هو الاسترا والليون، اللورد بالله انتهى، كان هو اللي هو افضل موس بالسوق. البيكنيك المصري هذا، الليون صيني، الاسترا هم صيني بس بدرجات. تعبنا حيل تعبنا، واحتمال نرجع لايام القبل، يعني ام القيده. انواع الشفرات اللي هي حاليا افضل شفره بالسوق اللي هي الروسي، يعني سعرها 35,000 الروسي. احنا نستخدم لا هسه الصيني اللي هو الكبس الكسر موس، حتى افضل لنا يعني الكسر موس افضل، خفيفه ما تاذي البشره للزبون، وما تجمع اي يعني اي شيء اللي جوا شعر معجون فتشي زين. واحنا نخليها بالكحول الشفره، قبل الشفره يستخدمون الشفره ام القيده هاي اللي تنحت، هسه لا طور. اكو شفره تجي 3 قطع موز داخلي وكبس اللي هو يكبسها. انا حالي يعني اللي تعودت عليها صار لي تقريبا عليها 10 سنوات، اللي هي الكبس كسر موس، يعني نكسر اذان الموس وندخله بيها. الكراسي انواع، اللي هو الشيروكي والصيني والملكي، يعني هذا الكرسي اللي عندنا احنا سعره 290,000 من شارع الرشيد. واكو مريح واكو ضيق اكو كبير، اكو كرسي يجيب نفاضات للزبون يعني الغرض تدخين، بس حاليا اللي هو احلى كرسي بالسوق الملكي سعره 750 دولار. مكاين الحلاقة اللي نستخدمها هسه انا استخدم فراري، الفراري هو النوع السويدي. اكو الول الامريكي والالماني، الموسير الالماني، الكيمي، نوعية زينة يعني اغلبة الحلاقين يستخدموها. المقصات، المقصات هذا استخدم الايطالي، الجاكور الالماني والباكستاني والصيني، بس اكثر شيء نستخدم الايطالي اللي هو هذا، اجود نوعيه حاليا بالسوق. مسواقنا من شارع الرشيد، هو سوق الحلاقين خاص بينا يعني. والاكثر الحلاقين يعني كاني او غيري او زملاء الحلاقين نستخدم الماكينه الشحن كهرباء، شحن كهرباء افضل تكون يعني بدون واير، يعني وين ما تروح تروح بيها تتجه بيها تكون افضل، ماكينة سريعة وحلوة. الول تقريبا هي أرقى ماكينة حاليا بالسوق، يعني أرقى حتى من الفراري، بس شوية صح سعرها غالي بس ماكينة حلوة. المقصات أكثر شيء يعني اللي نستخدمه واللي يفيدنا بالحلاقة ورهمنا عليه وثبت جدارته بالسوق، اللي هو المقص الإيطالي والجاكور الألماني والإيطالي. الباكستاني نوعية
بس يعني مو اي حلاق يستخدمه. احنا ما نستخدم الباكستاني لان يجي ناعم، السلم مالته حيل ناعم. فالايطالي افضل شيء بالسوق. والجاكور الالماني اللي هو ستانلس ستيل. مقصات يعني هذا سعره تقريبا 13,000 12,000. هسه على صعده الدولار اكيد كلها صعد، يعني صار تقريبا شهرين ما رايحين للمسواق. نسوق من اطلس ومن بعلبك شارع الرشيد اللي هم يجيبوا الماركات وشغلات حلوه بالحلاقه. قبل سابقا كانوا يحدون المقصات، الايطالي لا، اللي هو ليش احنا نحب نوعيته، هو مقص هو يحد نفسه، يجي سنين، سن ناعم وسن خشن، هو يحد نفسه. وروح المقص براسه، يعني المقص اذا وقع على راسه انتهى المقص، روح المقص براسه. هاي عند يعني معروفه عند كل زملائي الحلاقين. الطفل مرات اكو يعني حلاقه الطفل اكو صعوبات، او يبكي او يتنحس شويه او يخاف، فنحاول بجهد الامكان لان هو طفل فما يعرف شنو بده يصير. يعني مثلا بعمر عبودي لا حلو سهل، يجينا اصغر. يعني اكو طفل يعني زين، طفل عمره 8 اشهر، طفل سنه تعاني بالحلاقه، بس انت ما تقدر تراجع لان انت كزبون وعلى باب الله ما تقدر تراجع. بالعيد يعني اذا عيد رمضان تعرف احنا صايمين، نفطر هنا الثاني يوم يا دوب تحصل لك نومه فت ساعتين ثلاثه ترجع كالعاده زين. اما عيد الاضحى لا، واكثر شيء يعاني من عنده بالعيد اللي هو بس المي، خاصه بعيد رمضان لازم بالسحور اشرب لي فد دبه مال ارو كامله حتى تعوض لي بالنهار كله. الايام المفضله بمهنه الحلاقه اللي هو نهايه الدوام وبدايه الدوام، عندنا خميس جمعة سبت يصير لود. أما باقي الأيام لا، تبقى الطلبة يعني الطلبة الابتدائية والمتوسطة. أما خميس جمعة سبت اللي هو الموظف طالب الكلية زين اللي لازم ضرورة عنده. أهم شيء الموظفين أكثر شيء أثر علينا مكرونة التعليم الإلكتروني. يعني الطلبة يداوم يوم واحد بالأسبوع، وهذا هو ما يزين كل أسبوع، يزين بشهر مرة. أكو بعض الآباء قام يشتري مكان حلاقة يزين أطفاله بالبيت زين. الايجارات بأشق الانفس، انت شلون تطلع ايجارك، شلون تقسم حياتك اللي هو ايجار بيتك وعيشه اطفالك. مريض لا سامح الله يجيك فد عارض بالشهر، يتمرض عندك فد واحد زين. ومن بدت كورونا لحد الان مره واحده 50,000 نزلت من الايجار زين. السحب هسه خاصه هاي الايام اللي صار لها شهر كهرباء تجي كل 7 ساعات تجي ساعه واحده. احنا ندري بالشتاء الامبيريه تنزل، هسه الامبيرية رجعت اعلى من تسعيرة الصيف زين. كل 7 ساعات يقول لك انا ابو المولده شنو ذنبي، شنو ذنبي انا ابو المولده. فالامبير صار 25,000 زين. محل حلاقه ما يكفي فد 10 امبيرات، 7 8 نحتاجه احنا، شسوار، جهاز مساج، جهاز بخار، كاويات الكرياتين والاجاليس والمؤهر تصفيف الشعر. قلت لك الحلاقة شغلة اجتماعية، صادق الكل، صادق الطبيب، صادق الضابط، صادق الإنسان الأمي، صادق الصغير، صادق الكبير، علاقات. نقابة الحلاقين موجودة، يعني جونا قبل فترة يا بليش ما مطلعين هويات أو إجازة عندنا الحمد لله وشكر. يجيك للمحل تعال سوي هوية، أنا شنو اللي يجيني الدعم من وراء الهوية؟ أنت مباوع لي، مفتقدني. قلت لك أنا كحلاق باشر عقب عبرت الأربعين، عبرت الخمسين، صار عندي مفاصل، فقرات، قصر نظر زين، عشو بالنظر. انت باشر عقبه راح تفيدني، تسوي لي ضمان اجتماعي، تسوي لي ضمان صحي، تسوي لي تقاعد. كبرت وقعدت شنو اللي اشتغله؟ ماكو غير افتح شمبر بالشارع، الشمبر هم يراد لحيل زين. انا اذا ما عندي مفاصل اقوم على حيلي، ما عندي
حيل اللي اجيب رزق لعائلتي باشر عقب اطفالي تكبر. هسه السنه الاخ هسه روضه سنه الاخ ابتدائيه وراها متوسطه وراها اعداديه وراها كليات. كل ما ينشؤون يزيد المصرف يزيد الطلبات. مشينا على حروب وشبينا على حروب ومستمرة والحمد لله والشكر. اللي يريد يتعلم هاي المهنة أول شيء لازم يكون هاويها. كل شغلة بالهواية تنجح بيها، انت شغلة حابها هاويها من تهويها تنجح بيها. يجي يدخل دورة عاد احنا يجونا شباب نبات يردون يدخلون دورات. يعني جاني احد الشباب 3 أيام بقى بالمحل شافي شغلة صعبة، يعني طيتها مقص بيدك قلت له ساعة ابقى بي بس قولي عضلة ايدك مل من عنده شرد. قلت له انت ما تنجح. زين لازم يكون واهسه بالشغله، شغله هو حابها. من يكون واهسه بالشغله يحبها ينجح بيها. الحلاق وقته مو الي، بس انا كل شيء مفتهم من حياتي. طلع مثل الناس ما اقدر اطلع. عائلتي ما اقدر اطلعها بالشهر مره، لو اقدر اطلع لو ما اقدر اطلع، لان شغلي يومي والحلاقه التزام. لازم انت الزبون اي وقت يجي يلقاك، ما يلقاك يضوج او يزعل او يروح لغيرك.